مشاهدي ليبيا كل الأحرار، أهلا بكم في حلقة جديدة من 60 وتتابعنا فيها. بعثة الأمم المتحدة تقترح تأجيل الحوار بالمغرب إلى الخميس القادم، والمؤتمر يطالب بتقديم الأسباب ويؤكد بقائهم بالصخيرات حتى قدوم الطرف الآخر. وصول شرارة التوتر إلى براك الشاطئ ومفاوضات بين القوى الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب والمجموعات المسلحة لتبادل المحتجزين. استمرار أزمة الهلال النفطي، ووزير النفط والغاز ما شاء الله الزوي يقول إن حكومة الإنقاذ تسعى لتشكيل قوة ردع لحماية المنشآت النفطية. قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون إن البعثة اقترحت تأجيل جلسات الحوار بالمغرب إلى الأسبوع القادم. وأكد ليون في مؤتمر صحفي بصخيرات بالمغرب أن مجلس النواب المنحل اتصل بهم وأعلمهم بطلب المجلس تأجيل الحوار لمدة أسبوع لمزيد من التشاور، كما أبلغهم بأنهم عينوا فريقا جديدا للحضور في جلسات القادمة للحوار. من جهته أعرب نائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صلاح مخزوم في مؤتمر صحفي عن تفهم المؤتمر لقرار التأجيل، طالبا من البعثة تقديم أسباب غياب الطرف الآخر. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من الصخيرات عبر الهاتف المستشار الإعلامي عن النواب المقاطعين لجلسات طبرق أحمد شكاب، من الصخيرات أيضا عبر الهاتف الصحفي عبد العزيز عيسى، الناشط السياسي جمعة القماطي عبر الهاتف من لندن، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضلي. أهلا بكم جميعا، وقبل أن نبدأ الحوار نتابع معا هذا التقرير. أجلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوار المغرب إلى الخميس القادم، وأكد اليوم في مؤتمر صحفي بالصخيرات أن مجلس النواب المنحل اتصل بهم وأعلمهم بطلبه تأجيل الحوار لمدة أسبوع لتعميق التشاور وتعيين فريق جديد في الجلسات القادمة للحوار. وشدد ليون على أن ليبيا لا تملك الوقت، لأن الوضع يزداد سوءا في البلاد من الناحية الأمنية والاقتصادية. من جهته أعرب النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم في مؤتمر صحفي عن تفهم المؤتمر لقرار التأجيل، طالبا من البعثة تقديم أسباب غياب الطرف الآخر. وأكد المخزوم أن المؤتمر متمسك بالحوار وباق في المغرب حتى قدوم الطرف الآخر، مشيرا إلى أن الوطن بحاجة إلى عقد مثل هذه الجلسات للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. يأتي ذلك في وقت أكد فيه عضو الفريق الإعلامي لوفد النواب المقاطعين لجلسات طبرق أحمد شكاب أن وفد مجلس النواب المنحل موجود في تونس، وأن البعثة الأممية تحاول إقناعهم بالحضور إلى المغرب لاستئناف الحوار. وكانت الجزائر قد احتضنت الثلاثاء والإربعاء الماضيين اجتماعا ضم ممثلين عن أحزاب سياسية ونشطاء. أعرب في ختامه المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون عن ارتياحه لنجاح اللقاء، مؤكدا أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما الاتفاق السياسي وإما الدمار حسب قوله. نبدأ مع الصحفي عبد العزيز عيسى. سيد عيسى، لو تضعنا في آخر التطورات في الصخيرات، كيف هي الأجواء هناك؟ السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. أبدأ بما انتهى إليه المؤتمرين الصحفيين لرئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون ورئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني صالح المخزون. ليون أشار إلى أنه لوقت أمام ليبيا، وأن الأزمة فيها متعمقة عسكريا أمنيا سياسيا واقتصاديا، وأن الغرض من جلسات الحوار التي ترعاها بعثته هو الوصول إلى حل سريع في القريب العاجل. كما أكد أن الجولة الثانية من الحوار الليبي التي تم تأجيلها إلى الخميس المقبل، ونوه إلى أن فريق الحوار بمجلس النواب المنحل قرر تجديد الفريق المصاحب له من أجل المشاركة في الحوار بفاعلية. وأعرب المبعوث الأممي عن أمل بعثته في عودة الأطراف الخميس المقبل، وأن يكون على جاهزية لمناقشة جميع العناصر الأساسية في الحوار وحل المرحلة النهائية لهذه المحادثات. من جانبه قال صالح المخزوم رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أن البعثة أبلغتهم بتأجيل الجولة الثانية من الحوار إلى الخميس المقبل، مؤكدا أنهم لم يستمعوا إلى الأسباب التي دعت الطرف الآخر من الحوار إلى التغييب والتأجيل. وأوضح المخزوم أن وفد الحوار بالمؤتمر موجود بالمغرب من يوم
الأربعاء الماضي وأنهم مضون في الحوار. نعم. وأن الوطن يحتاج. وسوف نعود معك إلى أكثر تفاصيل بعد قليل سيد عيسى. قبل ذلك دعنا نأخذ تعليق من بقية الضيوف حول قرار البعثة بتأجيل الحوار، ومباشرة مع المستشار الأعلامي عن النواب المقاطعين لجلسات طبرق أحمد شكاب. إليك تعليق سيد شكاب، تفضل. نعم سيد شكاب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. نأخذ منك تعليق سيد شكاب حول قرار البعثة بتأجيل الحوار إلى الأسبوع القادم. الحوار هو الأمل الوحيد الذي يتعلق به جميع الليبيين، والذي نراه هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة. وتجنيد الحوار في هذا الوقت الحرج والحساس لا يخدم أي من الأطراف. نجاح الحوار يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف بدل التمترس والتشبث بالسلطة. المؤتمر الوطني أكد من خلال المقترح الذي قدمه للبعثة المتحدة بأنه جاهز لتقديم تنازلات التي هي الكفيلة بالخروج من الأزمة. الكرة الآن في ملعب البرلمان، على البرلمان أن يشارك بجدية في الحوار وأن لا يتشبث بالسلطة، خاصة في ظل التخوفات الموجودة عند المؤتمر الوطني، وهي تخوفات مقبولة من أن يستمر المؤتمر بعد أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني، وبعد أن يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية في ظل الاعتراف الدولي الموجود بالبرلمان، وهما قد يقف عائقا امام انجاح الحوار ومخرجاته وان لا يقبل بها الشارع. فلهذا نعتقد ان على البرلمان ان تكون له مشاركه اكثر فعاليه وليقدم تنازلات. لكن كما يتضح من المشهد الحالي ان بالامس لاحظنا سمعنا بالاخبار التي تفيد بالاعتداء على وزير الخارجيه في حكومه التني، وايضا عرقلت زياره تني نفسه الى تونس، وهو ما يؤكد ان البرلمان قد يكون منزوع الاراده وقد يكون متحكم به ومسير من جهات اخرى، ربما حفتر ومن يتبعه، وهذا سيكون عائقا في نجاح الحوار. اذا المحلل السياسي فتحي الفاضل، يعني بدورك كيف تعلق على قرار البعثه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على هذه الفرصة الطيبة. يبدو لي أن البرلمان المنحل بطبرق يعاني من مشاكل كثيرة جدا، أهمها ليس فقط الانشقاق والاختلاف بينهم حول نقطة ما أو حول رؤية ما للوطن أو للحوار، لكنهم يعانوا من قضية أخطر وأكثر حساسية، وهي سيطرة الجانب العسكري بقيادة الجروشي وحفتر والحجازي على المشهد السياسي في ليبيا. وهذه قضية يعني يعانون منها، هم مقموعين، هم ليسوا فقط مسيرين من قبل الطغمة العسكرية، بل يفرض عليهم فرض فقدوا إرادتهم أمام هذه الطغمة. والأدلة كثيرة جدا سيدتي الكريمة كما تذكرين، تهديد الجروشي بقصف البرلمان، بل تهديد أعضاء البرلمان بالقتل إذا عجزوا عن إقناع المجتمع الدولي بتوريد السلاح إلى ما يسموه بالجيش الوطني. أيضا بصورة أكبر، هو أصلا قادة الكرامة لا يمتلكون إرادة القرار الحساس في ليبيا، لهم ارتباطات خارجية خاصة مع مصر والإمارات والأردن، والحمد لله سمعنا ربما الأردن بدأت تتراجع، وهو خطوة جيدة جدا. نعم. إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنضم الأردن إلى الدول الغربية والعربية والمغرب العربي التي تدعو إلى الحل السلمي والحوار. أرى أن الإمارات ومصر تعرقل بناء الدولة وتعرقل الحوارات والحل السلمي ولم الشمل، لكن هناك موجة عالمية تدفع نحو الحل السلمي في ليبيا، وأراها بإذن الله ستنجح على أن يدعم ويضيف ويرفع المجتمع الدولي من تهديد للدول المتدخلة في هذا الأمر. نعم. الناشط السياسي جمعة القماطي، يعني كيف ترى قرار التأجيل هذا، يعني خاصة بالتزامن مع عدم ذهاب الوفد الممثل للطرف الآخر إلى المغرب حتى الآن؟ بداية تحية ليوسف ولكل المشاهدين الكرام. نعم. لنفترض حسن النية ونقول أن بالفعل مجلس النواب في طبرق يحتاج إلى أيام إضافية للتشاور ولتشكيل فريق استشاري
يساعد فريق الأربعة الذي يقود الحوار نيابة عن مجلس النواب في تبرك، وننتظر إلى يوم الأربعاء أو الخميس القادم لنرى ما إذا كان سيصل هذا الفريق الاستشاري ويصل الفريق المحاور الذي يرأسه الأستاذ محمد شعيب والدكتور بكر بعيرة وشخصين آخرين لا يحضرني أسماءهم الآن، ويلتئم الحوار من جديد. كما قال رفيق الكرام، الحقيقة أن ليس فقط الشعب الليبي في معظمه، بل أيضا الدول الجوار التي يهمها مصلحة ليبيا واستقلالها وسيادتها، وكذلك الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة، تعول كثيرا على أن الحوار هو المسار الوحيد الممكن الآن الذي سيخرج ليبيا من أزمتها، وأن الحل يجب أن يكون حل سلمي ولا يوجد أي حل آخر، وأنه لا هنا لا يوجد حل عسكري على الإطلاق. لن يكون هناك طرف سيحسم المعركة بالكامل لصالحه ويسيطر، لننتهي من قصة سيطرة الآخر وتصنيف الغالبية العظمى من الليبيين على أنهم إرهابيين ودواعش وميليشيات، وأنهم اختطفوا العاصمة واختطفوا مدن ليبية كبيرة ويجب ردعهم ويجب القضاء عليهم. هذا لن يفيد، هذا عبث. نعم، نحتاج إلى الحوار، إلى العقلانية، إلى التفكير في مصلحة الوطن. وكل هذه المتطلبات سوف نعود إليها طبعا في جزء آخر من هذا الموضوع. قبل ذلك نعود مع السيد عيسى. سيد عيسى، هل تمكنت من رصد أي ردود أفعال بعد إعلان خبر أو قرار تأجيل هذا؟ نعم الصحفي عبد العزيز عيسى، تفضل. سيد عيسى، هل تسمعنا الآن؟ نعود مع السيد عيسى بعد قليل. إذن إليك سيد الفاضلي. سيد الفاضلي، يعني في انتظار أن يعود الحوار، هل تعتقد أن مسألة التأجيل هذا قد تؤثر على مسار المحادثات؟ هذا التأجيل يعني لن يؤثر على اعتبار أن المدة التي طلبت للتأجيل قصيرة نسبيا، برغم الحساسية والأمر الذي تمر، الأزمة التي تمر بها ليبيا، لكن يعتبر نسبيا قصير. الذي أخاف أن يعرقل الحوار هو لماذا هذا التأجيل. وأعتقد أن هناك خلاف وانشقاق وتخبط في برلمان طبرق، من يمثل، كيف يمثل، ما هي مطالبهم، ما هي شروطهم. حتى الآن هم لم يصلوا إلى اتفاق. مرة أخرى سيدتي الكريمة، السبب هو التدخل العسكر وسيطرته، وأيضا هناك جزء مدني كبير في البرلمان طبرق، جزء من المدنيين أيضا لا يريدون الحوار ولا يريدون يعني الحل السلمي، على اعتقاد منهم، اعتقاد أن مخرجات الحوار إذا تمت حسب ثوابت وقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير والتي ستؤدي إلى تأسيس دولة مدنية، يعتقدون أن هذا لن يكون في صلاحهم لأسبابهم يدركوها، لا تخدم استراتيجياتهم، لا تخدم استراتيجيات مصر التي تدعو إلى تقسيم ليبيا والاستيلاء على برقة، لا تخدم مصالح الإمارات لسبب أو آخر لا أدركه، ربما سبب اقتصادي. لكن هناك قوة كبيرة نسبيا لا تريد الحوار. إذن القضية ليست مجرد التأجيل الذي قد يؤثر سلبيا على الحوار، لكنه لماذا التأجيل، أسباب هذه التأجيل. طيب، وأعتقد طيب أن هناك خلاف. نعم سيد الفاضلي، يلتحق بنا الآن من جديد سيد الفاضلي الصحفي عبد العزيز عيسى من الصخيرات، نعود إليه لرصد ردود الأفعال الأولية بعد قرار التأجيل. إليك سيد عيسى، تفضل. أختي الكريمة، ردة الفعل التي اشترك فيها وفدي الحوار بالمؤتمر الوطني العام والمقاطعين لجلسات مجلس النواب المنحل هي أنهم ماضون في الحوار، وأنهم مع إعطاء فرصة للطرف الآخر لدراسة هذه المقترحات، وأنه لا حل للأزمة التي تعاني منها ليبيا إلا الاستمرار في الحوار ثم الحوار. نعم سيد إشكاب، يعني برأيك هل تعتقد أن الطرف الآخر سوف يكون موجود في الحوار خلال يعني هذه الفترة وفي المدة التي تم تعيينها الأسبوع القادم؟ هل تعتقد بدورك أن الطرف الآخر سيكون متواجد بعد هذا التأجيل في المغرب لمتابعة المحادثات؟ والله كلنا أمل بأن تكون
الخميس يحضر الوفد البرلمان الخميس القادم وتكون مشاركته جدية. الأخبار اللي وصلتنا أنه ستكون المشاركة أكبر أو أشمل، وستشمل بعض الشخصيات التي تتصف بأنها متشددة داخل مجلس النواب، وهذا الإجراء يعني مشاركة المتشددين داخل مجلس النواب سيقبلها الأطراف الأخرى بكل أريحية، وهو ما سيعطي فرصة أكبر لتكون مشاركة البرلمان أكبر في هذا الحوار، وربما ستكون من ضمن إنجاح الحوار خلال هذه الجلسات. ولكن ما زال السيد حفتر ومشروعه الذي ظهر جريا امام كل الليبيين حاليا ربما سيكون عرقله او سيعرقل مشاركه حوار البرلمان في الحوار، وهذه هي وصلنا في النصب في هذا الاتجاه. يعني المشروع حفتر بات واضحا وجريا بالسيطره على السلطه في المنطقه الشرقيه كبدايه، والاستمرار في هذه الانتهاكات وهذه الاعمال التي يقوم بها. نعم، إذا سيد لجماتي، هل تشاطر سيد شكاب رأيه بأن مسألة التأجيل هذه ربما تعطي فرصة أكبر أو فرصة لمشاركة أكبر من الطرف المتغيب حاليا؟ نعم، يعني هذا هو العذر الرسمي الذي أعطي أو أبلغ به السيد ليون، لأن الفريق بأن مجلس النواب يحتاج إلى التشاور وإلى تشكيل فريق استشاري يساعد الفريق الرئيسي في الحوار الأربع أعضاء في أعمالهم. وسمعنا نحن في الأسبوع الماضي أن فريق المؤتمر الوطني كان معه عدد كبير من المستشارين ومن الفنيين وكذا، وهذا عذر مقبول يعني ومنطقي ويعني لا بأس. ولهذا كما قلت الأربعاء والخميس القادم سيبين إن كان هذا هو بالفعل العذر، وأن الوفد سيصل متكامل وسيستأنف عملية الحوار. أهم شيء هو أن تكون هناك نوايا صادقة، أن تكون هناك جدية، أن يكون هناك قناعة كاملة الآن بأن الخيار الوحيد أمامنا هو الحوار ثم التوافق ثم حل سلمي شامل، وأن القتال والحرب لن تقود إلى أي شيء. طيب سيد لجماتي، يعني في تعليق أخير أيضا، يعني برأيك كيف على مختلف الأطراف أو الطرفين الرئيسيين في هذا الحوار اليوم استثمار هذه المدة من التأجيل للعودة يعني للحوار بأكثر جدية؟ التشاور جيد دائما، والتواصل مع المجالس التي يمثلونها جيد، وحتى يأخذ منهم تفويض أكثر ويعني تعطى إيضاحات كاملة، هذا الأمر كله جيد. هذا أمر طبيعي في عمليات الحوار والتفاوض الطويلة والمعقدة، والتي خاصة عندما تكون عبر أكثر من دولة وفي أكثر من مكان يكون هناك صعوبة في التواصل، ويحتاج بعض الوقت لكي تتشاور الوفود مع من تمثلهم. أنا فقط أريد أن أؤكد أن بالفعل الأحداث اليومين الماضيين تشير إلى أن مجلس النواب نفسه في خطر الآن. الأخبار التي سمعناها عن أن عبد الله تميم منع من السفر، وأن قد يتم الآن التخلص منه بمعنى إزالته أو إقالته كرئيس حكومة وتفرض حكومة أخرى موالية بالكامل لحفتر، هذه مؤشرات خطيرة. هذا تدل على ربما أن مجلس النواب نفسه في خطر، وقد يقرر حفتر يوما ما أن يغلق مجلس النواب بالكامل ويجمد على نشاطه وعمله ويستبدله بمجلس عسكري أعلى. وفي هذه الحالة لن يكون هناك طرف آخر يتم التفاوض والحمار معه لحل المشكلة الليبية، ستعمق الأزمة الليبية ستتعمق أكثر في هذه الحالة. واضح، وصلت الفكرة سيد لجماتي. نعم سيدي، وصلت الفكرة إليك سيد الفضل. الآن يعني قال يعني في بيان له أكد فريق مجلس النواب المنحل أنه سيقوم بتعيين فريق جديد في الجلسات القادمة للحوار، هل تعتقد يعني أن إعادة ترتيب أوراق هذا الوفد ربما تعطي فرصة أكبر لصيرورة المحادثات ونتائجها؟ للأسف أعتقد أن العكس، يعني يبدو لي أنهم اختاروا ناس أكثر تشددا تجاه إملاء شروط شبه
شبه خطوة لإفشال الحوار. أعتقد أن في أذهانهم عدم إشراك الإسلاميين، عدم إشراك الإخوان، قضية الإرهاب على الطاولة، مش عارف وما إليها، وهذه أمور بدأت ظهرت قبل أن يتم هذا التأجيل وقبل أن يشكلوا فريق جديد. تشكيل فريق جديد، يعني هذا الفريق الجديد سيبدأ من أين؟ مما بدأت الحوارات السابقة أم سيبدأ من جديد أو سيملي الشروط؟ وأعتقد مرة أخرى سيدتي الكريمة أنهم سيأتوا بشروط شبه تعجيزية، لا الإخوان الصوفيين السلفيين الليبراليين الشيوعيين البعثيين، كلنا ليبيون وكلنا من حقنا أن نخدم الوطن، لكن هؤلاء بشكل أو بآخر يريدوا أن يطردوا جسم، يهمشوا جسم من الوطن العربي، أيضا يريدوا أن يضعوا الإرهاب على قائمة الحوار، وهو خطأ استراتيجي وتاريخي. يعني لا يمكن محاربة الإرهاب في دولة في مرحلة بعد الثورة، وسيطالب بتكوين جيش، الشعب الليبي يطالب بدولة، وهؤلاء الناس يطالبوا بأسلحة وجيش، يعني مشروعهم مشروع انقلاب، مشروع استيلاء على السلطة. الوطن يطالب بدولة وهم يطالبون بقوات مسلحة. طيب، للسيطرة والاستيلاء. واضح سيد الفاضلي. وسؤالي الأخير هو، يعني ما هي توقعاتك إذن للجلسة القادمة الأربعاء والخميس القادم لاستئناف الحوار؟ يعني ما هو السيناريو الذي تتوقعه؟ إن كان هناك إبعاد لفكرة التقسيم، لفكرة عودة العسكر، لفكرة إعادة رجال الذين دعموا الطاغوت السابق، أقصد الذين كانوا في مراكز سيادية قيادية، يبعدوا عن المشهد، يبعد فكرة إعادة النظام السابق، ترسخ فكرة قيام دولة مدنية دستورية قانونية، أعتقد الحوار سينجح برغم ما يريد حفتر. حفتر لن يفرض إرادته علينا، لا هو ولا جماعته والقيادات ولا جروشي، يعني يزال من المشهد. يعني أنا هنا أستنجد بحكماء ونخب وإعلاميين ومثقفي برقة أن يجدوا بدائل لهذه الشخصيات التي شوهت المشهد. برقة، يعني برقة عمر المختار، برقة مازق، برقة الشروشية. نعم سيدي، بهذه منصور كيخية. نعم، يسيطر عليها الجروشي وما إليه. يعني وصلت الفكرة سيد الفاضلي. وبهذا ننهي هذا المحور من 60. نشكر ضيوفنا من الصخيرات عبر الهاتف المستشار الإعلامي عن النواب المقاطعين لجلسات طبرق أحمد شكاب، من الصخيرات أيضا كان معنا عبر الهاتف الصحفي عبد العزيز عيسى، وعبر الهاتف من لندن الناشط السياسي جمعة الجماتي، المحلل السياسي فتحي الفاضي تفضل بالبقاء معنا. وستون متواصلة. عاشت براك الشاطي خلال الأسبوع الجاري على وقع التوتر الأمني في قاعدة ومطار المدينة بين القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب ومجموعات مسلحة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة الجنوبية. وللتعمق في تفاصيل هذه الأحداث وتداعياتها نستقبل كل من آمر القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب جمال التركي عبر الهاتف، وعبر الهاتف من سبها الناطق باسم مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان بداد قنصو، كما نعود إلى طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية مع المحلل السياسي فتحي الفاضلي. أهلا بكم جميعا، وأدعوكم إلى متابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. كانت قاعدة براك الشاطئ مسرحا لتوتر أمني مطلع الأسبوع الجاري، فقد أفاد أمر القوة الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب جمال التريكي بأن المجموعات المسلحة التابعة لأعوان النظام السابق حسب قوله قصفت بالمدفعية الثقيلة قاعدة ومطار براك الشاطئ ليلة الاثنين، الأمر الذي أسفر عن جرح شخص تابع للقوة الثالثة. وأكد أمر غرفة العمليات للقوة الثالثة محمد الضراط أنه تم تعزيز القوة الموجودة في القاعدة. العصابات الجرامية هذه موجودة في منطقة الجيرة والمناطق الغريبة من القاعدة، وطبعا هذه المناطق توجد فيها عائلات وناس مدنيين، ولا نريد أن ندخل في اشتباكات مع هذه العصابة. ونبه نشطاء تابعون لتجمع ساحات الثورة ومنظمات المجتمع المدني وحكماء سبها في وقفة نظمت الثلاثاء في بيان لهم، نبهوا المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ إلى أهمية الجنوب من الناحية الأمنية بالنسبة إلى ثورة 17 فبراير، مشيرين إلى أن قوى الثورة المضادة تسعى إلى اتخاذ الجنوب غرفة عمليات لها على حد قولهم. إن أي أصوات تخرج من هنا وهناك
تقدح في القوة الموجودة في الجنوب والمكلفة سلفا بالتأمين والحماية هي محاولات لجر الجنوب للفراغ الأمني، وإن هذه الأصوات لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل منطقة ولا قبيلة ولا جهة كانت. هذا وجرى وقف لإطلاق النار في المنطقة بعد قيام وفد من أعيان مدينة مصراتة بإجراء مفاوضات مع أعيان براك الشاطئ بهدف حل الأزمة وإخراج الميليشيات من المدينة لتفضي الحلول السلمية إلى اتفاق بين القوة الثالثة والمجموعات المسلحة يقضي بإجراء تبادل للأسرى، مبادرة تأتي لحقن الدماء وإعادة الاستقرار إلى مدينة براك الشاطئ خاصة والمنطقة الجنوبية بشكل عام. ونبدأ الحوار معك أمر القوى الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب جمال التريكي. سيد التريكي، لو تضعنا أكثر في صورة الأحداث الأخيرة ببراك الشاطئ. نعم سيد التريكي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لآخر الأحداث اللي دائرة بالنسبة لبراك الشاطئ، لم نتوصل لعيان السعيين اللي تبادل الأسرى وإجراء تبادل الأسرى بين القوة الثالثة والميليشيات التي موجودة في براك الشاطئ، نظرا لعدم استجابة الطرف الثاني لتسليم الأسرى إلى تاريخ هذا البيان. ومن العلم أن الأعيان السعيين لإجراء تبادل الأسرى حضروا إلى مقر القوة الثالثة وداروا لقاء مع المساجين اللي هم أسرى لدينا، واتصلوا بأعيانهم وأهلهم واطمنوا على صحتهم وذهبوا إلى الطرف الثاني، وللأسف لم يتمكنوا من مقابلة أفراد القوة الثالثة الموجودين لديهم، وطلبوا تأجيل التسليم إلى يوم الجمعة الساعة 10 صباحا ولم يتم التنفيذ، وطلبوا الثاني التمديد إلى الساعة 6 بعد العصر ولم يتم التنفيذ. نعم طيب، وحسب نعم نعم سيدة تريكي، سوف أعود معك إلى هذه النقطة بعد قليل. قبل ذلك يعني حدثنا عن الأجواء حاليا في براك الشاطئ، هل لازال هناك توتر؟ هل هدأت الأجواء عفوا أم ماذا؟ بالنسبة لداخل المدينة موجود توتر بين القبائل الموجودة من داخل القبيلة، نظرا لأن ما هوش جميع منطقة براك الشاطئ مختلطة من جميع القبائل الجنوب. وبالنسبة للوضع العام، الوضع هذه ما فيه شيء إطلاق نار من أي طرف كان. نعم واضح. طيب الآن إلى نطق باسم مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان بداد قنصو. سيد قنصو طبعا يعني، وبداية نأخذ منك تعليقا على الأحداث الأخيرة التي عاشت على وقعها منطقة براك الشاطئ. أولا مساء الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين قناة ليبيا الأحرار. نعم، بداية أن أبدأ من حيث انتهى أخي باسم القوة الثالثة وآمر القوة الثالثة والمكلف بحماية الجنوب. طبعا احنا بالأمس قمنا بزيارة الأخوة المحتجزين لدى القوة الثالثة، مش نقولوا الأسرى، وتواصلنا معهم وتواصلوا مع أهلهم، ومن المفترض اليوم يتم تسليم المحتجزين لدى الطرف الآخر، ولكن يبدو أن في ظروف معينة حالت دون تنفيذ هذا الاتفاق. ما طبيعة هذه الظروف سيد قنصو؟ والله ظروف بسيطة، وإن شاء الله بإذن الله أن نتغلب عليها مع أخوتنا في حكماء وادي الشاطي. الحقيقة الآن يبدو في جهد كبير من أجل ردم هذه الفوهة اللي الآن ربما هي العائق البسيط، ولكن الساعات القادمة ربما ساعة أو ساعتين بإذن الله نتمكن من اتفاق بإذن الله تعالى. نحن يعني اتفاق شبه تام، ولكن هناك ظروف بسيطة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تطبيق هذا الاتفاق بشكل نهائي، والمدينة تدخل في أمان وفي تهيئة نفسية لكل المواطنين بإذن الله. طيب المحلل السياسي فتحي الفاضلي، يعني كيف تابعت هذه الأحداث؟
أعتقد أن هذا صورة أخرى من صور المدرسة القديمة، المدرسة العسكرية، مدرسة التدمير والتصعيد العسكري وتشويه المشهد الأمني في ليبيا وإضافة تعقيدات إلى الأزمة. هؤلاء الناس سيدتي لا يعرفون إلا الدبابة والقتل والاقتحام والتدمير. للأسف الشديد لو لاحظتي أحد الأطراف سمح بأهالي المحتجزين أو ما سمي بالأسرة بالاتصال واطمأنوا عليهم شيوخ قبائلهم، الطرف الثاني لم يفعل ذلك. وهذا يا أختي الكريمة من ثوابت ثورة فبراير وجانبها المدني الحضاري الراقي. أيضا من هذا المشهد ندرك تدعيم حكماء والنخب و منظمات المجتمع المدني بسبها وبراك للمؤتمر عبر تأييده للقوة الثالثة اللي هي أصلا معينة من الأركان. إذن ثورة 17 فبراير وثوابتها تكتسب يوميا زخم ودعم من الشعب. كل حدث هناك له جوانب سلبية كبيرة جدا، لكنني أرى فيه أيضا خيرا بإذن الله أن ينضم الناس ويدركوا حقيقة وطبيعة الدولة التي تنادي بها هذه الثورة. نعم، أعود معك سيدة تريكي، يعني ما كانت الأسباب المباشرة لحدوث التوتر في المدة الأخيرة بالمنطقة؟ والله أسباب التوتر التي حدث أخيرا بالنسبة لمنطقة براك الشاطي بالتحديد، نعم، هو دخول العصابات الإجرامية التي كانت منتشرة والتي قامت بالعمليات الإجرامية في البوابات وفي مشروع اللود وفي سيرت وفي نفس العصابة هذه لما دخلت لبراك الشاطي ومنطقة براك الشاطي اللي زعزعت الأمن داخل هذه المنطقة. المنطقة كانت منطقة هادية، الوضع الأمني فيها أنا أقول لك ممتاز، الناس كلها يعني متوفر لديها الوقود، متوفر لديها التمويل، متوفر لديها جميع سبل الحياة، والأمن والأمان موجود، والقوة الثالثة موجودة في القاعدة. وسألنا الأعيان براك الشاطي هل لاحظتم أي ظلم ولا أي تهجم ولا اعتداء من أفراد القوة الثالثة اللي موجودة بالقاعدة؟ لا، نحن سنة معانا ما شفناش منهم ولا أي إطلاق نار ولا أي يعني عمل إجرامي ولا مداهمة أي منزل ولا أي عائلة في براك الشاطي. طيب سيدة تريكي، من هي هذه المجموعات المسلحة التي تتحدث عنها؟ من يقف وراءها ولماذا يعني تسببت في هذا التوتر؟ يقف وراءها هم البرلمان تبرك المنحل وبزعامة المدعو حفتر. نعم، طيب سيد غانسو، يعني أواصل معك، يعني ما تعليقكم على هذه المجموعات المسلحة التي أثارت التوتر بالمنطقة مؤخرا؟ أختي أنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأن جانب نحن جانب اجتماعي لا علاقة لنا بالجانب طيب العسكري. هل تواصلت مباشرة مع المجموعات أو بعض الأفراد منها أثناء التفاوض على مسألة تبادل المحتجزين؟ أختي أكرر لك أن نحن عامل اجتماعي فقط لا غير، يعني ويعني تواصلنا مع عيان الشاطي فقط، عيان الشاطي فقط هم اللي تواصلنا معهم وهم اللي الآن نتفاوض معهم بشأن تسليم المحتجزين وتسليمهم إلى أفراد إلى القوة الثالثة بإذن الله تعالى. طيب واضح. سيد الفضل، ما رأيك بما أفادنا به سيد تريكي حول هوية هذه المجموعة ومن يقف وراءها، كيف تعلق على هذا؟ نعم، التصعيد الأخير يعني يؤدي بنا إلى أن حفتر والكرامة والجروسي والحجازي وراء هذه التصعيدات العسكرية، يعني سواء في بنغازي، في طبرق، في القبة، في جميع المناطق، التهديدات ضد البرلمان أصلا اللي هو مثلا عين حفتر بالأمس تقريبا قنبلة في إحدى مراكز الشرطة في طرابلس. هذه العمليات ستستمر لإعطاء رسالة للعالم أن المؤتمر أو أن الثوار غير قادرون على استتاب الأمن. هي نفس الرسالة الوقحة القذرة التي يجيدها العسكريون الفاشيون، مش كل العسكر الحمد لله، جميع هناك عسكريون ليبيون وطنيون شرفاء نفخر بهم وهم تاج على رؤوسنا، لكن هذه الطغمة إرادتها مش في يدها مرة أخرى، وعندها فكرة أنها تصعد المشهد الأمني ولا لا تصعد تشوه المشهد الأمني على طمعا أن تتدخل دول خارجية لتخدم مصالحهم، وهي فكرة لم تنجح حتى الآن كما رأينا، كلما زاد
زادوا من التصعيد العسكري، كلما زاد الوطن مطالبة بالحل السلمي ولم الشمل. نعم. وبهذا نصل إلى ختام هذا الملف من 60. نشكر ضيفينا أمر القوى الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب جمال التريكي، وأيضا الناطق باسم مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان بداد قنصو. 60 مستمرة وفيها أيضا. معاناة الليبيات من التهجير وغياب الأمن والاستقرار في البلاد. يجابه قطاع النفط أزمات متلاحقة، إذ أضحت منطقة الهلال النفطي ومواردها بؤرة صراع بين الأطراف المتنازعة، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوى القاهرة في 11 حقلا، وهو أمر ينبئ بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني. للبحث في هذه العواقب ينضم إلينا الخبير الاقتصادي مدحت الغدامسي عبر الهاتف من طرابلس، وأيضا المحلل السياسي فتحي الفاضل يتابع معنا أيضا هذا الجزء. متابعة التقرير ثم نعود للحوار. تشهد منطقة الهلال النفطي منذ أشهر أزمات متتالية، فلا يكاد يمر شهر دون ظهور أزمة جديدة. في بداية مارس الجاري تعرضت حقول الباهي والمبروك والظهرة للسرقة والتخريب من قبل مجموعات مسلحة مجهولة، ما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلاً. الناطق باسم المؤسسة محمد الحراري أكد أنه ورغم الوضع الأمني الصعب بمنطقة الهلال النفطي حسب وصفه، فإن معظم الموانئ النفطية تشتغل باستثناء ميناء الزاوية. الموانئ اللي هي الحريقة والسفينة والبريقة والزاوية والليتا وميناءي البوري والجرف، هذه الموانئ كلها تشتغل لتصدير كميات بسيطة من النفط الخام، إلا ميناء الزاوية طبعا نظرا لقفل الأنبوب الواصل من حقل الشراء إلى ميناء الزاوية، فيعتبر هذا الحقل الميناء متوقف على عمليات التصدير. من جهته قال وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني ما شاء الله الزوي إن حكومته تسعى إلى تكوين قوة ردع لمواجهة من يعتدي على المنشآت النفطية، موضحا أن الإنتاج النفطي تحسن في ظل تشغيل حقل الزويتينة. معدل الإنتاج الحالي حوالي 530 ألف برميل يومي، ونسعى في زيادة الإنتاج، وتمنى إذا في حال توقفت الاشتباكات حيثبت جنود قطاع النفط عودة الإنتاج لمعدات طبيعية في غضون أيام أو غضون أسابيع وجيزة. فيما رأى الخبير الاقتصادي أشرف العيادي أن ظاهر الأزمة في ليبيا نفطي، ولكن باطنه مالي واقتصادي، وسيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الأسعار حسب قوله. إذا قلت البضاعة الآتية من الخارج بسبب عدم قدرة الدولة على الاستيراد، سوف ينعكس في الأسعار التي قد تشهد تضخما كبيرا في هذه. وتأتي هذه الاعتداءات المتتالية على منطقة الهلال النفطي وسط دعوات من خبراء اقتصاديين بتحييد ملف النفط عن دائرة الصراع القائم في البلاد، وتحذيرات من صندوق النقد الدولي من أن الخلل في الانتاج النفطي وزيادة النفقات قد يستنزفان احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي في أقل من 4 سنوات. الخبير الاقتصادي مدحت الغدامسي، ما هو توصيفك لواقع القطاع النفطي بالبلاد؟ بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. في اعتقادي على المستوى الحسابي ان القطاع النفطي الان يشتغل تقريبا بثلث الطاقه الانتاجيه الفعليه له، اضف الى ذلك ان مشكله التصدير تحدث حتى من الثلث هذا بانه هو يصل الى مستوى جيد في التصدير، فعمليه الانتاج حد ذاتها قد تكون يعني معقولة في الثلث اللي موجود حاليا، لكن عملية التصدير مع خفض بعض موانئ التصدير حتسبب عائق آخر للعملية التصديرية وتحصيل الإيرادات المتوقعة، وبالتالي هي اعتقاد ان هي عملية يعني تضعف من الوضع الاقتصادي بشكل عام في ليبيا، هذا بالحال اللي هي عليه الآن، ونتمنى ألا تتطور الأمور إلى أبعد من ما هو عليه الحال الآن، وخصوصا 11 حقل تم إعلان قوة قاهرة ليهم أنه هو يتم إزالة التوتر الأمني اللي موجود حواليهم ورجوعهم إلى العمل أقل ما فيها لرفع مستوى الإنتاج والتخفيف من الأزمة الاقتصادية اللي واقعة في البلد في الوقت الحاضر. نعم، إذن سيد الفاضلي، يعني كيف تعلق بدورك وكيف تتابع معاناة القطاع النفطي؟
ما يعانيه القطاع النفطي هو نتاج لما يعانيه الوطن بصفة عامة، هو نتاج للأزمة، نتاج للمشهد السياسي والمشهد الأمني، نتاج للانقسام بين برلمان طبرق والمؤتمر، نتاج للأزمة أيضا. القوى الأخرى التي لا تريد تكوين هذه الدولة جزء من إثبات رؤيتها أن ليبيا دولة فاشلة، وأن الثوار لن يستطيعوا أن ينسوا دولة، هو الجانب الاقتصادي. تدمير الجانب الاقتصادي سيؤدي بالتالي إلى فشل الدولة، وبالتالي إيجاد موقع قدم لهم، وأيضا محاولة أخرى رديئة لإثبات أن ليبيا تمر بإرهاب والإرهابيين، لأن بعض حقول النفط يقال تضخيم دور داعش في أنها تستولي على حقول النفط، وهي أيضا مجذب مستمر في استخدام الطرف الآخر لتشويه المشهد. أعتقد تكوين قوة تحمي النفط، ما تحمي حقول النفط ومنشآت النفط تتبع الثوار، سيكون له أثر إيجابي كبير جدا. لكن قوة تتصارع الآن على السيطرة على النفط سيزيد المشهد الاقتصادي تأزيما. أيضا قضية الجدران على سبيل المثال، يحرس في النفط لجميع الوطن، هذه قضية كلوردات الحرب، حفتر يكون جيش، الجدران يحرس نفط، فلان يقوم بكذا. ليس الدولة، ليس تفكير في إطار دولة، وبالتالي قوة واحدة تسيطر على النفط ومنشآت النفط لحمايتها ومحاولة خلق حالة من الاستقرار في الوطن، هذا ما نحتاج نعم إليه. في هذا السياق سيد الغدامسي، يعني أنتم كخبير اقتصادي، كيف يعني يمكن أن تصف أثر الصراع على الإنتاجية النفطية، أو كيف تتابع أثر الصراع على الإنتاجية النفطية ومستوى الاقتصاد الليبي؟ هو من الناحية الاقتصادية، وكما لاحظنا يعني في أحد الجوانب اللي يمكن للخبراء الاقتصاد إن حتى يأكدوا على المعلومات الخاصة بها، واللي هي لم تصدر من أجهزة الدولة الليبية بشكل مباشر ورسمي لعند الآن، هو قياس حالة ارتفاع الأسعار أو التضخم في مستوى الأسعار في السلع الأساسية بالذات يعني، واللي زادها حدة هو توقف الدولة عن دعم مؤسسات الدولة المسؤولة عن استقرار الأسعار كصندوق موازنة الأسعار، لعدم إمكانيتهم من تغطية مالية للتوريدات الخاصة مثلا زي سلعة الدقيق على سبيل المثال، واللي أصبحت الآن مشكلة أساسية. فمع المشكلة الأخرى اللي لاحظوا فيها مثلا في قطاع الدولة، واللي خاصة بجزء كبير جدا من المواطنين الليبيين اللي هم في الوظائف العامة، اللي تم تجميد صرف الرواتب لشهرين أو ثلاثة، واللي الآن في بوادر انفراج لها بعد إعادة النظر في بعض الأموال اللي هي تم استعادتها من مؤسسات الدولة. ولكن بشكل عام اعتقادي ان هي يعني من الناحيه الاقتصاديه اصبحت فيه مشكله على كاهل المواطن البسيط، سواء من ناحيه التضخم، سواء من الوصول الى السيوله اللي هي معتاده واللي ما تمش وضع اي خطط طوارئ لها. اضف الى ذلك ان اعتقادي ان الصراع المسلح اوصل الدوله الى تخبط حتى اداري في اداره الشان العام والشان المالي للدوله بشكل كبير جدا. مشكلة النزاع المسلح هذا على التأثيرات الأمنية في المناطق، ووصول الدعم أو المساندات مثلا الاجتماعية أو المواد الغذائية إلى بعض المناطق سبب أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى مشاكل اجتماعية نلاحظها الآن على مستوى ليبيا بشكل عام. نعم، إذن يعني أيضا بالتنسيق مع ما قلته وفي سياقها سيد الفضلي، تعرضت الحقول النفطية إلى اعتداءات وصفها البعض بأنها اعتداءات انتقامية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الليبي. في هذا الإطار، ما حجم المسؤولية برأيك التي تقع على عاتق الجميع الآن في سبيل قطع الطريق على منفذي هذه الاعتداءات ومن يريدون تخريب يعني هذه الموارد؟
نعم سيدتي الكريمة، أعتقد تشكيل قوة رادعة قادرة تكون أولوية الآن بالنسبة لليبيا لحماية المنشآت النفطية وتكون تبعيتها للأركان. هذه القوة تحدث عنها سيد الأحرار ناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط، وقال ما شاء الله الزوي تحدث عنها وزير النفط والغاز في حكومة الإيقاف، تحدث عن قوة ردع لمواجهة من يعتدي على المنشآت النفطية. يعني إن تم تشكيل هذه القوة، ويعني هل تعتقد أنها حقا قد تمثل الحل؟ نعم سيدتي الكريمة، على أساس تحييد القوة الأخرى مثلا جدران وما جدران وما إليه، لكنها جزء من الحل، جزء كبير من الحل، لكنها تكون جزء من الحل الشامل اللي هو حل الأزمة الليبية بصفة عامة، يعني الحل السلمي. لكن الآن لابد أن يسرع بهذه القوة، على الأقل تحل مؤقتا إلى أن يتم تشكيل القوة التابعة للدولة لحماية اقتصاد الوطن. أيضا لابد من تتبع هذه الجماعات، إذا كانت فعلا تتبع حفتر توثق تكتب تنقل إلى مجلس الأمن تعاقب تلاحق مستقبلا، لا يجب أن تترك الأمور هكذا، لأن السيطرة على هذه الموارد موارد الناس لأجل التخريب هو أيضا محاولة انقلاب ومحاولة التفاف حول طموحات وأحلام الشعب الليبي مستقبلا. نعم، لابد أن توقف نعم بجميع الوسائل. نعم سيد الغدامسي، ومع كل هذه المعطيات يحذر المجتمع الدولي من تفاقم الصراع في ليبيا وتوقف صناعة النفط والغاز خلال 18 شهرا، كيف تقرأ هذه المعطيات؟ هو في الوقت الحاضر يعني أعتقد أن أنا ننظر له أنه يعتبر معجزة، لأن لازال قطاع النفط حتى قادر على توفير ثلث الإنتاج بالمخاطر الأمنية المتواجدة، وخصوصا أن معظم العاملين في قطاع النفط سواء على مستوى محلي أو خبراء أجانب أو شركات أجنبية هم مدنيين، وبالتالي بارتفاع وتيرة الخطر والخوف على سلامتهم وبقاء الانتاج على المستوى الحالي اعتقدوا انه هو يعني عمل يعني تشكر عليه المؤسسه الوطنيه للنفط حتى التاريخ. وبالتالي على المستوى العام امكانيه ان الوصول الى تثبيت هذا الرقم حاليا او حتى زيادته بإعادة فتح الخطوط والابار اللي مقفله في الوقت الحاضر هي على عاتق الدوله بجميع اطرافها، سواء كانت على المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية. وبالتالي مسألة تحييد قطاع النفط عنها وجعل هذه المناطق على سبيل المثال حتى كمناطق عسكرية مغلقة إلا للمعنيين بالأمر في إنتاج النفط وعدم دخول أي جهات أخرى لها، قد يتم التوافق به بين جميع الأطراف بحيث أن هي تعزل بالكامل ويتم ضمان انسياب الانتاج منها وضمان استقرار الوضع الاقتصادي طيب في ليبيا. سيد الغدامسي، أبقى معك في نقطة أخرى أيضا، يعني ما مدى خطورة تحذيرات البنك الدولي من نفاذ احتياط ليبيا من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع القادمة في حال استمرار الأزمة؟ هو طبيعة الحال استمرار الأزمة هيشكل قلق كبير جدا على مستوى الاقتصاد الوطني، ولكن سبق وأشرت أنا حتى في مداخلات سابقة أن البنك الدولي كل تقارير اللي تم الإشارة لها يستسقي في معلومات اعتقاد أنها هي خاطئة، وأن تكلم حتى على فكرة أن إفلاس الدولة الليبية واللي هو بعيد عن الأمر الواقع. وبالتالي تقريرهم او توقعاتهم وتنبؤاتهم مشكوك في امرها، من ناحيه ان كل الارقام الموثقه او التي يتم التكلم عنها لما نشوفها على الواقع الليبي من خلال تصريحات المصرف المركزي او المؤسسه الوطنيه للنفط او الحكومات المتعاقبه هو امر بعيد كل البعد عن الحقائق والارقام الفعليه اللي موجوده. واضح سيد الغدامسي، وبهذا نصل لختام هذا الملف من 60. نشكر ضيفينا الخبير الاقتصادي مدحت الغدامسي والمحلل السياسي فتحي الفاضلي، و60 متواصلة. منذ 40 عاما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى 20 لاعتماد منهاج بكين، والذي جاء لتحقيق مبادئ المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان وحمايتها من العنف ومظاهر الاستغلال. 8 مارس تزامن هذا العام مع معاناة الليبيات من التهجير وغياب الأمن والاستقرار في البلاد،
وقبل بدء النقاش مع ضيفتنا انتصار العقيلي عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا، نتابع معا التقرير التالي ونعود. لم تغب عن الثورة، لا بل هي أم الثورة. ألهمت الرجال والشباب التحدي من ساعة وقوفها أمام مديرية أمن بنغازي ذات يوم من سنة 2011 وارتفاع صوتها وتعالي زمن الخوف والرعب. هي المرأة الليبية التي لم تخش الرعب ودفعت بقوة نحو الثورة، وكانت دافعا لحشد المظاهرات في ساحات الاعتصام والمشرفة الأولى على توفير حاجات الجبهات من مأكل ومشرب، وحضرت في التمثيل السياسي عبر المجلس الانتقالي، وحصلت في أول انتخابات لجسم تشريعي في البلاد على 33 مقعدا، وشاركت وزيرة ووكيلة وزارة في جميع الحكومات التي جرى تكليفها في المدة السابقة. كانت المرأة الليبية استثناء بين نساء العالم، ولكن النزاع المسلح في البلاد لم يستثنها من التهديد والتهجير والاغتيال، وبالرغم من هذا لم تستسلم وواصلت الدفع نحو بناء ليبيا. السفيرة الأمريكية في ليبيا ديبورا جونز أشادت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بدور النساء الليبيات وشجاعتهن والتزامهن ببناء دولة أقوى في ليبيا، ووصفت دورهن بأنه مصدر إلهام شخصي لها. يوم المرأة العالمي لا تحتفل به المرأة في ليبيا كما تحتفل النساء العالم بهذا اليوم في أجواء من الأمن والاستقرار، بل تكافح لإيجاد حل سلمي ينتشل بلادها من وحل الحروب ويحافظ على البقية الباقية من أبناء شعبها. إذن عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا انتصار العقيلي، أهلا بك من جديد. وبعد أيام قليلة من اليوم العالمي للمرأة، ما هي وضعية المرأة الليبية برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله وأصلي وسلم على رسول الله. لا شك أن المرأة الليبية استطاعت أن تحرز تقدم ملحوظ بعد الثورة بمشاركتها الفاعلة في كل مناحي الحياة، حيث تغير المناخ الفكري والثقافي والاجتماعي بعد الثورة، حيث كانت مشاركة المرأة في الشأن العام قبل الثورة أمر شبه منبوذ، فقد كانت المرأة الليبية تنأى بنفسها عن المشاركة في العمل سواء العمل في الشأن العام، حيث كان النظام السابق يتسم بالكثير من الفساد. لا أتحدث عن الفساد المالي والإداري أو السياسي، ولكني أتحدث عن الفساد الأخلاقي بين قوسين. فكانت المرأة الليبية بكل مستوياتها تنأى بنفسها عن المشاركة في العمل ضمن منظومة النظام السابق. بعد الثورة طبعا كان للمرأة دور بارز، وتكلمت عليه حضرتكم في التقرير الذي أعد الآن أو الذي تلي الآن، حيث كانت المرأة يعني تعتبر في بنغازي تحديدا تعتبر هي شرارة الثورة بخروجها ضمن رابطة شهداء أهالي شهداء أبو سليم، حيث خرجت يوم 15 فبراير أمام مديرية بنغازي للمطالبة بالإفراج عن الأستاذ فتحي تربل، ومنها انطلقت الثورة في بنغازي ومن بنغازي إلى كل ربوع ليبيا. بعد الثورة كان أكيد طبعا للمرأة مشاركة سواء في أثناء الانتقالي أو في حكومة الكيب أو في المؤتمر الوطني أو في بعد ذلك مجلس النواب أو في الحكومات المتعاقبة. الآن المرأة سفير، الآن المرأة وزير ووكيل وزارة وكذا، الآن المرأة تمارس دور مهم جدا يعني خارج هذه المؤسسات، وهو دورها في إنجاح مشروع الحوار. الآن تلعب المرأة دور بارز ومهم. طيب، وهذه المرأة التي تتحدثين عنها سيدة العقيلي اليوم، هل تعتقدين أنها يعني تتلقى ما تستحقه من معاملة، من تقدير، من وضعية بعد الثورة وبعد هذا الدور؟ والله هو لعل حضرتك تتحدثي عن ما تعانيه المرأة من أوضاع أمنية. الأوضاع الأمنية الآن في ليبيا وفي المناطق التي يوجد فيها اقتتال تحديدا، ليست المرأة فقط، هو كل المواطنين، كل الليبيين الآن يعانوا من هذا التدهور الأمني في المناطق التي يوجد بها اقتتال. ولكن هذا أدى يعني بالنسبة للمرأة تحديدا أثر سلبا على مشاركتها، فتأخرت المرأة، تأخرت المرأة قليلا يعني عن الدفع بنفسها أو عن التقدم أو عن المبادرة، لأنها والمرأة الليبية العربية والمرأة الليبية تحديدا
ذات طبيعه مجتمعيه خاصه، فعندما تهدد المراه لمؤاخذه في عرضها، او عندما تهدد اسرتها، او عندما تهجر من بيتها، نعم سيدي، بكل تاكيد يعني ستتاخر مبادرتها في التقدم للعمل العام بشكل عام. نعم، بهذه الفكرة أصل معك إلى نهاية 60 لهذا الأسبوع. شكرا لك يا عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا انتصار العقيلي، وإليكم مشاهدين تذكيرا بأبرز ما جاء في 60 اليوم من عناوين. جولتنا جديدة للحوار بين الفرقاء في المغرب وليون. يؤكد في اجتماع الجزائر أنه لا خيار أمام الأطراف سوى الاتفاق السياسي. وصول شرارة توتر إلى براك الشاطئ ومفاوضات بين القوى الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب والمجموعات المسلحة لتبادل المحتجزين. استمرار معاناة منطقة الهلال النفطية أمنيا، ووزير النفط والغاز ماشال الزوي يكشف سعي حكومة الإنقاذ لتشكيل قوة ردع لحماية المنشآت النفطية. ختام 60 لهذا الأسبوع، دمتم في أمان الله.